أم مشاري، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يعطيك العافية يا شيخ. الله يعافيك. شو سلمت؟ جزاك الله خير يا شيخ. أنا حلمت كأن في نعم. ماعون موجود في مكان، وأنا كشفت أنه ولقيت فيه كأن يعني فلوس معدنية موجودة، ومن ضمنهم كان دراهم إماراتية، وفوق هذا هم كانوا مثل الملزقين، وفوق هذا كان في ساعة جلد أسود لميع، وفي المينا مالتها ذهبية، ونفسه يمها سوار نفس الشكل بس سوار، وكأني فرحت فيهم هم لي، بس إنه جدد ما استعملتهم وفرحت فيهم وخذيتهم. وأنا كان ميت لي، وأنا كان ميت لي من فترة بنت وولد، يعني كلهم صغار بالعمر. في مجال تحملين الآن؟ والله إن شاء الله، يعني أنا أطلب من الله إن شاء الله. إن شاء الله، الله يرزقك إن شاء الله. إن شاء الله. حياك الله. الله. الماعون في المنام إنما هو حظك ونصيبك، وأعياد سعيدة وحياة طيبة، كما قال تبارك وتعالى: ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. أما كان معادن أيضا جميلة، فهذه تدل على الذرية، والدراهم أيضا تدل على الذرية وعلى المال، وكون من دولة الإمارات حفظها الله، فقد يكون لكم شيء من التجارة أو شيء من الحياة الكريمة في باب الرفاهية، لأن دولة الإمارات الآن تتميز في الحضارة. أما بالنسبة للسوارة في المنام، قد يدل أيضا على ذرية أولاد، إن كان في مجال تحملهم يا أم مشاري قد تحملين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى سوارين في يده، وأولهما برجلين، فرؤية الأسوار تفسر بالرجل، تفسر بذرية الأولاد. الفرح في المنام زوال الهم، لعل يكون إن شاء الله زوال الهم. وأما إذا كانت الأشياء جديدة، الجديدة تدل على حياة متغيرة للأفضل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال يعني إن قال يا رسول الله إن أحدنا يحب أن نكون نعله يعني جميلة ولبسه جميل، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، والعلم عند الله. نعم.